الحزب الاشتراكي الموحد ما كيخرج من أزمة حتى كيدخل أزمة جديدة، آخر الفصول ديالها هو الصراع ديال التيارات المتناحرة مع بعضياتها بسبب نبيلة منيب اللي سحمت اسم التنظيم السياسي من لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي وقسمت الفيدرالية اللي كتجه القيادات البارزة ديالها في حرب عزلة مع الأمينة العامة نميلة منيب. عبر أزيد من 100 عضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، كيتقدمهم محمد الساسي ومحمد مجاهد ومحمد حفيظ ومصطفى الشناوي في بيان للرأي العام المغربي عن رفضهم الخطوة ديال منيب، ووصفوها بأن هذا الشيء اللي دارت ماشي مزيان، وحسبوا لها الأخطاء ديالها وعلى رأسها عدم الرجوع إلى الأجهزة التقريرية وبأنها نوع من الدكتاتورية اللي دارت. وفاجأت منيب الرفاق ديالها في الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بقرارها توجه إلى وزارة الداخلية وسحبات اسم الحزب ديالها من التصريح اللي وضعه تحالف فيدرالية اليسار لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هو ما جر عليها بزاف ديال الانتقادات. في المقابل منيب كتواصل مع بزاف ديال الفروع ديال الحزب للتداول في الخطوة المقبلة، نفس الأمر الغاضبون منها تهما كيوجدوا برنامج لمختلف الفروع لاستدراك قرار الترشح باسم فيدرالية خلال الاستحقاقات المقبلة. كيفاش المنظر؟ الصداع اللي وقع في الحزب الاشتراكي الموحد كاين اللي كيعتبروا خطوة ديال الأمينة العامة مرفوضة على جميع الأصعدة، ومنها المجلس الوطني اللي هو أعلى هيئة والمخول ليه الحسم في مثل هذه الأمور. هادشي ما وقعش من طبيعة الحال، حجرات الخطوة في سرية تامة، واتهموا منيب على أنها دارت هادشي راسها بلا ما يسقسى واحد الأخبار. حسي مسي. من جهة أخرى كاين اللي كيساند منيب في هذه الخطوة اللي مشات فيها، وباقي المكونات ديال الفيدرالية كيعتبروا بأن هادشي محاولة ديال السيطرة على كل شيء ويخرجوا منيب من الشرجم. الخصوم السياسيين ديال الفيدرالية كيشوفوا بأن السبب الحقيقي ديال هذه الخطوة ما هو إلا صراع ديال الديسكيات وحرب ديال الانتخابات وحرب المواقع وشكون اللي غادي يترشح في الانتخابات المقبلة. هاد الخصوم وضعوا وكلاصة وتحركات منيب حيت عرفوها غادي تدخل البرلمان والحزب ديالها في خندق الحزب اللي باغي ياكل فقط الكعكة ويستافد مع المخزن. كذلك البعض كيشوف ان الفيدرالية كان مشروع سياسي كبير وجرى الاتفاق على التداول في ثلاثة ديال النقاط اساسية قبل اي خطوة، وهي الانتخابات والدستور والصحراء وتأسفوا على العرقلة المتواصلة اللي دارتها منيب في مسار اندماج الحزب. دابا اعضاء المجلس الوطني بداوا المشاورات من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبه في مختلف الجهات، واكدوا استنفاء جميع الخطوات من اجل الوحده، لكن خطوه نبيله منيب هرست الكاس وهرست المسار ديال الاندماج وتسبت في الانشقاق، واعتبروها محاوله اغتيال بيد مسمومه لكل الجهود السابقه. السؤال، اش غادي يوقع من هنا الانتخابات؟ هذا هو المسلسل الوعر ديال السياسة وديال اليسار وديال الانتخابات، وزيد عليا نزيد عليك. السؤال الكبير هو واش حركة منيب السياسية وسحبها الملف من وزارة الداخلية هو الثمن اللي طلبوا منها، ولا غادي يكون تذكيرة ديال العبور نحو قبة البرلمان لأول مرة بعد سنوات طويلة من الانتظار والضوء الأخضر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.